بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا بيان من الله تبارك وتعالى أنه حفظ القرآن من الزيادة والنقص والتحريف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلا يستطيع أحد أن يحرف كلام الله أو ينقص منه أو يزيد عليه إلا اكتشف هذا العمل التخريبي ونقل هذا الكتاب الكريم بالتواتر، ينقله المسلمون جيلاً بعد جيل. وإن مما يلحق بهذا ما جاء في السنة الصحيحة، فإن السنة الصحيحة هي من الذكر، وهذه السنة تدخل في معنى هذه الآية، فإنها محفوظة. والمراد بحفظها أنها بمجموعها وما فيها من أحكام يحتاج لها المسلمون فهي محفوظة، لن تذهب بالكلية. فإن فقد بعضها عند عالم وجد عند الآخرين. ولهذا تعرضت مؤلفات المسلمين في مراحل التاريخ في عهد التتر والمغول، وفي عهد الاستعمار، وفي عهد الاستشراق، وجد من يسطو على مؤلفات المسلمين خاصة من السنن والأحاديث، لكنها لم تذهب بالكلية، فهي بمجموعها محفوظة، ولم يفقد ما يحتاج له المسلمون في دينهم. ووجد من الزنادقة من يتقولون على الرسول صلى الله عليه وسلم ويكذبون عليه ويضعون الأحاديث، ولكن الله سبحانه وتعالى قيض من يكشف هذا العبث، وأن يبين الصحيح من الضعيف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا فمصادر الوحي محفوظة، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهي محفوظة. ومن حفظ الله عز وجل لمصادر الوحي أن الله سبحانه وتعالى قد قيض رجالاً يتلقون عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهم صحابته الأجلاء، فإن الله عز وجل
أحاط الرسول صلى الله عليه وسلم برجال أهل فهم عميق وإخلاص وتضحية وإيمان راسخ، فحفظوا لنا هذا الدين، حفظوا لنا هذا الدين، وهذا من حفظ الله لحفظ دينه. ونحن في درسنا هذه الليلة نتعرض لهؤلاء الرجال. هؤلاء الرجال موالاتهم والثناء عليهم بالجميل والترضي عنهم ومعرفة منزلتهم ومكانتهم هذا من الدين. ولهذا أدرج ما يتعلق بصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم في كتب العقائد، كما عندنا في هذا الكتاب المبارك العقيدة الواسطية، لأن محبة هؤلاء ولأن ولاء هؤلاء ولأن الثناء على هؤلاء ولأن الدفاع عن هؤلاء هو دفاع عن هذا الدين ودفاع عن مصادره. ولذلك أدرج ما يتعلق بصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم في كتب العقائد، لأنه قد دل على مكانتهم وعلى حبهم أدلة من الكتاب والسنة. ولهذا عندما بزغت البدع بعد فترة من فترات المسلمين، وبالأخص بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، حصلت البدع المتعلقة بما يتعلق بصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما قبل ذلك فأهل السنة والجماعة، والمقصود بهم الرعيل الأول ومن سار على نهجهم، فهم يعرفون مكانة الصحابة ومنزلتهم. لكن أراد الله عز وجل أن يحدث في الأمة الإسلامية اختلاف، وهذه الإرادة إرادة كونية لا إرادة شرعية، يعني أراد الله ذلك كوناً وقدراً. ولهذا بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: سوف تختلف هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا الجماعة، أو إلا فرقة واحدة وهي الجماعة. وبيّن أن هذا الافتراق حدث في الأمم السابقة، وحدث يحدث في هذه الأمة والفرقة الناجية، ولهذا سماها العلماء الفرقة الناجية والفرقة المنصورة، وهي التي تكون على ما يكون عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم حفظ مكانة هؤلاء الصحابة وبين فضلهم ومكانتهم، كان أسعد الناس بمعرفة حقوقهم أهل السنة والجماعة. ولما وجدت النوابت البدعية من الروافض والخوارج والنواصب، تصدى لهم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتصدى لهم علماء أهل السنة والجماعة. فإن الروافض الفرقة السبئية
أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي هم الذين طعنوا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغلوا في طائفة منهم فألهوهم وصرفوا لهم العبادة، واعتقدوا فيهم اعتقادات باطلة، وأكثرهم طعنوا فيهم وكفروهم، ونبتت نابتة أخرى وهي الخوارج، فكفروا الصحابة بما ليس بغير مكفرات، وإنما من فهمهم السقيم كفروا الصحابة، حتى وجد منهم من تقرب إلى الله بقتل أحد الخلفاء الراشدين ويظن أنه على الصواب، ونابتة أخرى وهي المعتزلة فإنهم أيضاً كفروهم وفسقوهم وجعلوهم في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، وأما في الآخرة فحكموا عليهم بالنار. وفرقة ثالثة وهي النواصب الذين ناصبوهم العداء، ولأجل هذا الأمر أدرج المؤلف عليه رحمة الله شيخ الإسلام في كتابه العقيدة الواسطية ما يتعلق بالموقف من الصحابة، وبين الأحكام المتعلقة بذلك، واستند على الأدلة والأحاديث، واستند على إجماع الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا ليس الأمر أن ما يتعلق بالصحابة والترضي عنهم وذكرهم في الخطب ونحو ذلك ليس من البدع في الدين، لأنه مستند إلى إجماع وإلى آيات وإلى أحاديث. فقد قال في كتابه العقيدة الواسطية، قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ولهذا لما فصل الشارح وفقه الله في هذا النص الذي ذكره ابن تيمية فصل في معنى هذا الكلام، لأنه قيل من أصول أهل السنة، وأهل السنة هل لهم أصول غير أصول الإيمان؟ فإن أصول الإيمان أركان الإيمان، فهو فصل ما معنى الكلام هنا، ما معنى نقول من أصول أهل السنة، وهذا الأمر ليس من أركان الإيمان إلا إذا جعلت ذلك تصديق لما في كتاب الله عز وجل وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ف
فقال: وهذا الفصل ذكر فيه شيخ الإسلام أصلاً من أصول أهل السنة، ألا وهو اعتقادهم في الصحابة رضوان الله عليهم، وما يعقدون عليه قلوبهم، وما ينطقونه بألسنتهم في أمر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأصل هذه المسألة أدخلت في العقائد لأجل مخالفة من خالف فيها، لأن أمر الجماعة قبل أن تتفرق الأمة كان على اعتقاد جميع ما جاء في الكتاب والسنة من الأصول والفروع، من القواعد والتفريعات، لكن ثم مسائل ظهرت وطوائف خالفت فيها، وكان أهل السنة والجماعة فيها على عقيدة واضحة بينة، وخالفوا فيها عقائد الضالين فأفردوا لها فصولاً وكتباً، وبينوا فيها ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة وما قاله الصحابة فمن بعدهم فيها. ومن تلك المسائل مسألة الصحابة، فإن مخالفة الخوارج والروافض وقبلهم الشيعة الغلاة في ذلك جعلت تلك الفرق بائنة عن طريق الجماعة، أي طريقة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. والخلاف في الصحابة كان ظاهراً لما حصلت الفتنة في مقتل عثمان رضي الله عنه، فإن الناس بعده انقسموا، منهم من غلا في علي رضي الله عنه وتولاه، ومنهم من تولى علياً وعدل فيه، يعني كان فيه على ما جاءت به النصوص والأدلة، وهم الصحابة جميعاً ومن تبعهم على ذلك، ومنهم من جفى علياً ومن معه من الصحابة، حتى صارت الفرق بين غال وجاف ومعتدل. فالسبائية الشيعة الغلاة غلوا في علي حتى ألهوه وكفروا أكثر الصحابة. وهنا الشارح لما يشير إلى السبائية يشير إلى أصلهم، وهو عبد الله بن سبأ اليهودي، فهو من يهود اليمن، وجاء وهو دسيسة ليس صادق في إسلامه، وإنما جاء لتفريق كلمة المسلمين، فنشر ما نشر من العقائد الضالة، وأعلن أن علي رضي الله عنه وصي لمحمد، وقال إن علي بمنزلة هارون من موسى، يعني أعطاه جزء من النبوة، إلى غير ذلك من الضلالات التي تبناها الغلاة بعد ذلك. قال: حتى ألهوه وكفروا أكثر الصحابة، وكانوا يكرهون عامة الصحابة إلا 4 نفر، وكفروا الأكثرين منهم. ثم الخوارج قابلوا الصحابة بالقتال لما حصلت مسألة التحكيم، وتبع ذلك أن قالوا في الصحابة رضوان الله عليهم: إن من لم يعتقد اعتقاد الخوارج فإنه كافر ولو كان من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت النواصب الذين قابلوا أولئك، ثم تنوعت الفرق
في الصحابة رضوان الله عليهم، فكان من اعتقد الاعتقاد الحق في الصحابة فيما لهم من المكانة والمنزلة، وفي اعتقاد اجتهادهم، وفي توليهم وحبهم وسلامة الألسنة وسلامة القلوب في حقهم، كان من اعتقد ذلك الاعتقاد وبقي على ما كانت عليه الجماعة كان هو صاحب القول الحق، وهو الذي عليه الصحابة فمن بعدهم رضوان الله عنهم أجمعين. إذن سبب ذكر تلك المسألة المخالفة وتبع هذا الذكر أن كثيراً من أهل السنة خالفوا أيضاً تلك الطوائف وأظهروا هذه العقيدة في الصحابة وبيّنوها، وكانت لأهل السنة شعاراً وأدخلوها في أشياء من العبادات وفي كلامهم، كما فعلوا في إدخال الترضي عن الصحابة والترضي عن أمهات المؤمنين والترضي عن جميع الآل في خطبة الجمعة وفي غيرها من الخطب، فإن إدخال الترضي عن الصحابة وعن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر ولا في عهد عثمان، ثم بعد ذلك الأئمة من التابعين فمن بعدهم أدخلوا هذا الترضي وأدخلوا هذا الشعار، لأنه صار شعاراً لأهل السنة في مقابلة غيرهم من الروافض والخوارج والنواصب ومن شابه أولئك. كذلك في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل فيها أن الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله كما جاء ذلك مبيناً في حديث أبي حميد وغيره في الصحيحين وغيرهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن تكون الصلاة عليه وعلى آله، فإن أهل السنة إذا ذكروا الصلاة عليه وأرادوا أن يذكروا الآل أدخلوا معهم الصحابة فقالوا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ولم يقتصروا على الآل، وهذا عند أكثر أهل السنة لأجل ألا يشابهوا الرافضة والشيعة في توليهم للآل دون الصحب. يعني صار شعار الرافضة أنهم يقولون صلى الله عليه وعلى آله ولا يذكرون الصحابة، فصار أهل السنة يضيفون الصحابة فيقولون صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وهذا كله تفريع من هذه المسألة العظيمة. فهذا الفصل ذكر فيه شيخ الإسلام اعتقاد أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس من أركان الإيمان والسنة، ليس من أركان الإيمان الستة، ليس من أركان الإيمان الستة، ولكن من أصول أهل السنة والجماعة، لأنهم خالفوا به أهل الضلال وفرق الضلال التي تفرقت عن الجماعة الأولى والتي قال فيها صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار. قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة. وقال رحمه الله ومن أصول أهل السنة
الأصول جمع أصل، والأصل المراد به في هذا الموضع القاعدة، يعني من قواعد أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم، لأن الأصل يطلق على أشياء منها، انتبهوا لهذا في معاني، هو ذكر ثلاثة معاني للأصل، قال لأن الأصل يطلق على أشياء منها، الأول أن يقال الأصل في المسألة كذا وكذا، يعني الدليل أصل المسألة الكتاب والسنة، يعني دليل المسألة من الكتاب والسنة، هذا معنى من معاني الأصل. الثاني أن يأتي الأصل ويراد به القاعدة المشتهرة، أن يأتي الأصل ويراد به القاعدة المشتهرة، كما تقول الأصل في العقود كذا، والأصل في العبادات أنها موقوفة على الدليل، والأصل في المعاملات أنها متروكة لعرف الناس ما لم يأتي دليل بتحريم نوع من أنواع المعاملة، فهذا معناه القاعدة المشتهرة التي ترجع إليها هذه المسألة. الثالث يأتي الأصل ويراد به ما يقابل الفرع، كما عرفوا القياس بقولهم إلحاق فرع بأصل، إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما. إذن الآن تبين أن قول المؤلف هنا أن هذا من القواعد المشتهرة، لما ذكر الأصول أن هذا من القواعد المشتهرة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية، فقول شيخ الإسلام هنا ومن أصول أهل السنة، يعني من القواعد عندهم في الاعتقاد التي تجمع مسائل كثيرة، سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابي من هو؟ هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخللت ذلك ردة على الصحيح. يعني الصحابي من ختم، من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به وختم له بالإسلام، يعني حتى لو حصل فتنة لبعضهم وارتد ثم رجع فلا تزول عنها الصحبة. وأصل الصاحب في اللغة هو الملازم، ملازمة طويلة، هذا أصله في اللغة وليس في تعريف الصحابة، لكن أصله هو الملازم، ملازمة طويلة، يقال هذا صاحب ذاك إذا لازمه ملازمة طويلة، فسواء كانت تلك الصحبة لحي أو جماد فإن الملازمة الطويلة يقال لها صحبة، ولمن فعلها صاحب، كما قال الله عز وجل أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. قيل لهم أصحاب الكهف لأنهم لازموه ملازمة طويلة، وقال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني الذين سيلازمونها ملازمة طويلة قد يكون فيها خلود أبدي، وقد تكون ملازمة طويلة دون خلود. وكذلك في قوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، ونحو ذلك من الآيات. لكن في حق الصحابة رضوان الله عليهم
خرج المعنى عن الأصل، يعني عن الأصل اللغوي، لكن في حق الصحابة رضوان الله عليهم خرج المعنى عن الأصل اللغوي، وهو أن الصحبة هي الملازمة الطويلة، وصارت الصحبة هي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ولو كانت الصحبة قليلة ولو ساعة من نهار، لأن أولئك الذين حضروا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، خطبة الوداع يوم عرفة، وكانوا أكثر من 100,000، هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من أدرك ما دون ذلك فلقيه في اليقظة مؤمناً به ومات على ذلك الإيمان، فإنه صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولئك الذين ينطبق عليهم ذلك التعريف هم الذين لهم هذا الحق الذي جاء مبينا في هذا الكلام لشيخ الإسلام رحمه الله. قال: ومن أصول أهل السنة سلامة قلوبهم، يعني من الغل والحقد والحسد ونحو ذلك مما يكون من أعمال القلوب المحرمة التي لا يجوز لمسلم أن يغل عليها بقلبه، فتكون قلوبهم سليمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من محرمات أفعال القلوب كالظن السيء والحقد والغل والحسد إلى غير ذلك من الصفات المذمومة. وهذا قاله شيخ الإسلام رحمه الله، والأصل فيه قول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهنا ذكر الغل، وهو مما يكون في القلوب. وفي آية سورة الفتح قال: ليغيظ بهم الكفار، فهذا من الغل، فإن الكفار تغتاظ قلوبهم من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالغيظ الذي يكون في القلب وفيه الكراهية وفيه الحقد وفيه الحسد إلى غير ذلك، هذه كلها مما يجب أن تنزه القلوب عنه. فقوله هاهنا سلامة قلوبهم، أصله الأدلة من الكتاب والسنة، وهو أصل أصيل، ذلك أن من كان قلبه غير منطو على محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان قلبه منطوياً على انتقادهم أو على تخطئتهم أو على بغض أحد منهم أو على حسدهم، فإنه يكون قد اشتمل قلبه على شيء ليس بسليم. فالواجب أن تكون القلوب سليمة، لا تظن بالصحابة إلا خيرا، ولا تعتقد في حق الصحابة إلا أن يكونوا هم أحق هذه الأمة بالمحبة والنصرة. وقد يكون، وقد قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وأعلى المؤمنين إيماناً هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن ولي المؤمنين، والولاية هي المحبة والنصرة، والمحبة في القلب. فمن كان في قلبه شيء من البغض لبعضهم أو شيء من الغل
لبعضهم أو من التغيض لهم فإنه ليس موالياً لهم، بل هو عدو لهم مضاد. قال: وسلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأصل أن تكون القلوب سليمة، ثم تكون الألسنة سليمة في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سليمة من عيبهم ومن انتقادهم ومن القدح فيهم ومن ذكرهم بغير الجميل وبغير الخير، فإنهم هم العدول الذين أثنى الله عز وجل عليهم، ومن أثنى الله عليه ورضي عنه فإن من تعرض له بلسانه يكون مخالفاً لما جاء في حقه من الإكرام والتعديل والرفعة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن دلائل هذا الأصل، وهو سلامة الألسنة، حال الذين ذكرهم الله في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إخواننا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذين جاءوا من بعد الصحابة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهذا مورده اللسان. قالوا ذلك لأن ألسنتهم لا تقول عن الصحابة إلا الجميل، ثم قال: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وأولئك هم الصحابة رضوان الله عليهم. وإذا لم يكن في القلب غل فإن اللسان سالم، والألسنة كما هو معلوم مغارف القلوب. وهذا أصل عام في أن أهل السنة والجماعة لا يذكرون الصحابة رضوان الله عليهم إلا بالجميل. والصحابة طبقات ومراتب، وهذا يأتي بيانه إن شاء الله. فتوليهم رضوان الله عليهم وتوليهم هو تولي مطلق الجميع لجميع الصحابة، فهو تولي مطلق لجميع الصحابة، واعتقاد أنهم ليسوا في الفضل سواء، بل هم متفاضلون، بعضهم أفضل من بعض. ويتبع ذلك أن محبة أفاضل الصحابة ليست كمحبة أدناهم، مع أن الجميع مشتركون في المحبة والنصرة وتوليهم وسلامة القلب واللسان في حقهم، لكن من كان في أعلى المراتب منهم له حق أعظم وله الولاية، يعني أن يتولى أعظم من غيره. وأعلى هذه الأمة وأعظمها مرتبة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله عنه، ثم عثمان رضي الله عنه، ثم علي رضي الله عنه. فيتبع موالاة هؤلاء أن من ذكرهم بغير الجميل منتقدا لهم فإن موالاة أولئك الصحابة تقتضي أن يقام في نصرتهم، وأن يجرد اللسان والقلم ويذب عنهم، لأنهم سادات المؤمنين وهم أفضل هذه الأمة، كما وصفهم الله عز وجل في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ووجه الاستدلال من هذه الآية أن هؤلاء أثنى الله عليهم، والذين جاءوا من بعدهم
ذكرهم الله بهذا الوصف في سورة الحشر لما ذكر أن ممن يستحق الفيء هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم، فالصحابة لهم حق في الفيء والذين جاءوا من بعدهم لهم حق في الفيء، وهذا ثناء من الله عز وجل على هؤلاء الذين سلمت قلوبهم وألسنتهم للصحابة أو لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من جملة دعائهم أنهم قالوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقوله في آخرها إنك رؤوف رحيم، هذا في مقام التعليل، يعني أنهم عللوا هذا الذي قالوه وهو رجاء إجابة الله عز وجل دعاءهم بأنه رؤوف رحيم، والرافة أشد الرحمة، بل أعلى درجات الرحمة هي الرأفة، فكل رؤوف رحيم وليس كل رحيم رؤوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، والله عز وجل هو الرؤوف الذي له بعباده المؤمنين وبغيرهم الرأفة العظيمة والرحمة العامة، وكذلك الرحمة والرأفة الخاصة، فهو الرؤوف بعباده وهو الرحيم بهم. ومن المناسب أن يجعل العبد في دعائه من الأسماء الحسنى ومن الصفات ما يناسب سؤاله. قال شيخ الإسلام بعد ذلك: وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، له قصة، وهو أن خالد بن الوليد تعرض لعبد الرحمن بن عوف بشيء من المسبة، فاطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال هذه المقالة لا تسبوا أصحابي إلى آخر الحديث. والمقصود بقوله هنا لا تسبوا أصحابي يعني الذين سبقوا إلى الصحبة، لأن خالداً رضي الله عنه من الصحابة أيضاً، لكنه لما سب عبد الرحمن ابن عوف، وعبد الرحمن من السابقين الأولين ومن العشرة المبشرين بالجنة، فإن خالداً بهذا تعرض لخاصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كأن هذا الوصف بقوله أصحابي ليس إلا لهؤلاء الأولين، ويدخل فيه أيضاً الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا، يعني من أسلم متأخراً وكان من الصحابة لكنه ليس في المرتبة مثل من كان من السابقين الأولين. قال صلى الله عليه وسلم لمن تأخر إسلامه من الصحابة لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذن هي في حق التفضيل بين من أسلم متأخرا وبين من أسلم متقدما، وهذا إذا كان في حق أولئك فهو في حق من ليس له مقام الصحبة من باب أولى. ولهذا استدل العلماء بهذا الحديث
لما في عموم قوله لا تسبوا أصحابي، فهذا عام وإن كان السبب خاص، على أن مسبة الصحابة رضوان الله عليهم منهي عنها، وأن الصحابة يجب أن تسلم القلوب، يجب أن تسلم القلوب وتسلم الألسنة في حقهم، وأن من بعدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد الصحابي حتى لو كان من مسلمة الفتح، ولو كان من مسلمة حجة الوداع، يعني من المتأخرين، فإنه لن يبلغ مقام الصحابي الواحد ممن سبق بالإيمان. وقد قال بعض السلف لمقام أحدهم ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها. وهذا الأثر أخرجه الإمام أحمد في المسند في فضائل الصحابة. وأخرجه غيره فهو عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه قال والله لمشهد شهده رجل يغبر فيه وجهه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح عليه الصلاة والسلام. وأيضاً روي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال لا تسبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لمقام أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمل أحدكم عمره. ويقبلون، يعني أهل السنة والجماعة يقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح، والمراد به صلح الحديبية، وقاتل، على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 300 وبضعة عشر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ومعنى الحديث ظاهر، ليس المراد الإذن لهم بالمعاصي، وإنما بيان أنه سبقت لهم المغفرة من الله عز وجل، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400. وفضائل الصحابة في القرآن كثيرة، وكذلك مراتبهم، فالقرآن فيه ذكر المهاجرين وذكر الأنصار وذكر من أسلم وأنفق من بعد الفتح ومن أسلم وأنفق من قبل الفتح، وفيه ذكر أهل بدر، وفيه ذكر لأهل أحد،
ولم يسوي بينهم يسوى بينهم في القرآن. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فذكر صفة الهجرة وصفة النصرة. والمهاجرون هم من هاجر من مكة إلى المدينة من قبل فتح مكة، والأنصار هم من نصر النبي صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج. ويستدل العلماء من تقديم المهاجرين على الأنصار في نصوص الكتاب والسنة على أن مرتبة المهاجرين أرفع من مرتبة الأنصار، وهذا مراد شيخ الإسلام بقوله ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، وقوله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ونحو ذلك من الآيات التي فيها بيان الفضائل وبيان مراتب أولئك. وكذلك قوله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة عند الله، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلاً وعد الله الحسنى. قال العلماء: إن الصحابة مراتبهم تبلغ 14 مرتبة، كما ذكر ذلك علماء المصطلح في مبحث الصحابي، يعني قد تبلغ 15 مرتبة أو 17 مرتبة أو 14 مرتبة، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالعشرة وثابت ابن قيس ابن شماس وغيرهم من الصحابة. فقال: الشهادة بالجنة لجنس الصحابة هذه ثابتة، الشهادة بالجنة لجنس الصحابة هذه ثابتة، نشهد للصحابة بالجنة، لكن للمعين منهم لا بد من شهادة خاصة، لأن الشهادة بالجنة موقوفة على ما كان عليه في خاتمة أمره، يعني حين مفارقة الروح البدن، وهذا علمه عند الله عز وجل. ولهذا الشهادة للمعين بالجنة أو بالنار لا بد فيها من نص، فمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة فإنه يشهد له. ومن أولئك الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة العشرة، ويقال عنهم العشرة المبشرون بالجنة، وليس المراد بذلك التخصيص أنهم هم المبشرون وغير أولئك ليس بمبشر، لكن أولئك قيل لهم مبشرون بالجنة لأنهم بشروا بالجنة في مجلس واحد. وفي الحديث الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، فجاء رجل فاستفتح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. ففتحت له فإذا أبو بكر، فبشرته بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله. ثم جاء رجل فاستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. ففتحت له فإذا هو عمر، فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله. ثم استفتح رجل فقال لي: افتح له وبشره بالجنة.
على بلوى تصيبه. فإذا عثمان فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال الله المستعان. وانظروا إلى تسليم الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا عثمان ما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قال يا رسول الله ما هي البلوى التي تصيبني وما هو المخرج منها ونحو ذلك، لأنه يعلم أن الرسول يتكلم بوحي، فلو أمره الله أن يبلغ لبلغ، لكن يستقبلون ما جاء، فهو استقبل الأمر بالتسليم والدعاء وقال الله المستعان على هذه البلوى. كذلك ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير بالجنة وعبد الرحمن ابن عوف في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. وهذا في حديث سعيد بن زيد الذي أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وهو في المسند أيضا وأخرجه كثيرون. نعم. وقد بشر كثير كثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت أول سورة الحجرات، حيث قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وكان ثابت بن قيس بن شماس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كثير رفع الصوت بين يديه لأنه كان يذكر ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فخاف جدا لما نزلت هذه الآية ولزم بيته فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه، فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال له ما شانك؟ فقال شر، كان يرفع صوته فوق صوت النبي فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، إنك من أهل لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. كذلك عكاشة ابن محصن الأسدي المعروف الذي جاء خبره في حديث السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وبلال رضي الله عنه حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة. يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فهذا شهادة أنه دخل الجنة
والأمر كشف للرسول صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من فالمبشرون بالجنة من الصحابة كثير، لكن لا نشهد للمعين إلا إذا شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.